تكلمنا في السياسة وفي الرياضة وفي الفن وفي كل القطاعات. اليوم سنتحدث في صلب حياتنا ومبدأ وجودنا وهو الدين. اللي قريناه عند مثلا عند الإمام النووي كمنهج هو نفسه اللي لقيناه عند الشيخ الطاهري تاع الجد. تمكنوا منكم، تمكنوا من المجتمع الجزائري وقدروا يفرضوا رأيهم على المجتمع الجزائري في فترة معينة، وقع نوع من الاختراق. لماذا شيوخ الوسطية آنذاك سحبوا نفسهم؟ هل كان هناك خوف؟ هل كان هناك قناعة باللي وشرم جابوا هاد الناس هو الصح؟ ما قرأناه في الدين أنه هناك عندنا عيدين، وعيد الأضحى وعيد الفطر. طبيب يمنعك من شرب الماء لسبب معين، يولي شرب الماء اللي هو مباح صار حراما. كيف هذا عيد الحب ولا عيد النيروز ولا عيد الكذا؟ إذا كان درنا فيه أشياء سليمة فيبقى في الإباحة. 60 دقيقة حقيقة مع بلال كباش، السبت 9:15 على شروق نيوز.